دايقوا اوفيسر، اي بس 2 يا 2 1 دولار، 2 ما كمان اوفيسر كمان، اي قوم هل هلا جاي تصالح هلا، وعينيك تراضي، بعد ما صار الامر معلا، بدين القاضي، واللي جاي تصالح مين، قلبي وعقلي متفقين، واللي جاي تصالح مين، البعاء عائلي متفقين حكم القاضي فعلا حكم القاضي حكمت المحكمة هناك ثلاث أربع خمس ست سبع أنواع من المحكوميات اللي ممكن الواحد يصكونه فيه الله يقول رحت محكمة لأي جريمة إن كانت وخسرت القاضي الآن بيد القرار المحكوميه اللي راح لك اياها يعني. القاضي الان بيد القرار انه يحكمك المده اللي هو يبيها صح ان هناك قوانين صح ان هناك قواعد ولكن بالنهايه حكم القاضي على كيف القاضي القاضي ممكن يصكك شيء يسمونه مينيمم مانديتوري مينيمم مانديتوري معناته يوم في يوم دي فور دي ما تنقص محكوميتك ولا حتى نص دقيقه يعطيك 15 تطبق 15 سنه باكملها ولا حتى دقيقه اقل او إنه يضربك شيء يسمونه جين تايم حسن سير السلوك في فلوريدا على الاقل حسن سير السلوك معناته لازم تطبق على الاقل 85% من محكوميتك يعني اذا اعطوك 15 سنه وانت عندك حسن سير السلوك ما كنت مشاكس ما كنت عاصي ما كنت راعي مشاكل ما عندك تقارير تأديبية تطلع بعدها ب 12 ونص، 12 سنة ونص القاضي أيضاً ممكن أنه يصكك بشيء يسمونه Conditional Release معناته بعد ما تطبق ثلث المحكومية القاضي يسمح لك أنك تروح حق شيء يسمونه Parole Board لجنة إطلاق الصراحة المشروط تسوي معاهم مقابلة وتحاول تفهمهم وتشرح لهم وتبرر لهم وتقنعهم ليش لازم يطلقون صراحك هذه ثلاثه انواع هناك نوع رابع القاضي ايضا يقدر يسكك شيء يسمونه community كنترول خلينا نقول انت خسرت القضيه community كنترول معناته تكون في منزلك تروح دوامك ترجع تاخذ اذن تروح الكنيسه ترجع تاخذ اذن تروح المسجد ترجع تاخذ اذن تروح السوبر ماركت وترجع ولكن ما تطلع من بيتك Community Control يعني انت داخل سجن في المجتمع في منزلك ايضا القاضي بيده يعطيك شيء يسمونه هاوس Arrest هاوس Arrest معناته انت مسجون داخل منزلك ما تطلع من المنزل الا في الشديد القوي فقط لا تطلع لا دوام ولا كنيسه ولا مسجد ولا سوبر ماركت ولا مباراة كرة قدم ولا شيء ولا تاخذ تصريح او اي شيء. الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك تطلع من الهاوس ارست هو اذا اندلعت نيران في منزلك او طامة كبرى زلزال ارثكوك hurricane, اعصار, تويستر فقط لا غير. خلوني اليوم اكلمكم عن شيء يسمونه gain تايم انك انت تقدر تاخذ بعض من محكوميتك Gain Time تربح جزء من محكوميتك معناته في فلوريدا على الاقل لازم تطبق 85% بالأمية. يعني اذا انت عندك حسن سير سلوك كل شهر يعطونك 10 ايام Gain Time الحين اذا رحت انفرادي ما في Gain Time اذا تهاوشت ما في Gain Time اذا عندك استئناف ورجعت الى سجل المقاطعه ما في جين تايم المحكوميه مالتك تكون داي فور داي داي فور داي داي فور داي جين تايم فقط معناته لما يعطونك وظيفه وتؤدي وظيفتك على اكمل وجه وما تكون مشاكس تحصل على 10 ايام خصم من محكوميتك ولكن ال10 ايام هذه مو للابد الى ان تستوفي 25% من المحكوميه لان بالنهايه القانون داخل فلوريدا لازم تطبق 85% من محكوميتك اذا اعطوك 10 سنوات وعندك جين تايم عندك حسن سير سلوك لازم تطبق ثم سنوات ونص هناك شيء يسمونه disciplinary report دي ار دي ار معناته اذا تعاركت اذا تهاوشت اذا سويت شيء غلط اذا عدم احترام للضابط اذا سرقت اذا تخلفت عن العمل يعطونك تقرير تاديبي التقرير التاديبي هذا ياكل من الجين تايم مالك خلينا نقول على سبيل المثال انت قعدت هناك ست شهور حصلت على 60 يوم جين تايم بعد ست شهور وقعت في معركه يأخذونك انفرادي 60 يوم مثلا ويسحبون منك 60 يوم الجين تايم اللي حصلت عليه الست اشهر الماضيه نفس الشيء خلينا نقول انت سنتين قاعد حسن سير سلوك وبعد السنتين جمعت ما يقارب ستة اشهر جين تايم خلينا نقول لا سمح الله بيدك جوال مهرب وطاحوا عليك يقطون لك انفرادي شهرين وبعدين يسحبون جميع الجين تايم اللي انت حصلت عليه وهكذا هذا بالنسبه الى الدي ار في شيء اخر يسمونه سي 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 معناته Corrective Counseling كوركتيف كونسلنج ياخذون منك يومين او اربع ايام بالشهر من الجين تايم اللي انت حصلت عليه هذا الشهر لاي مخالفه ليست بجسيمه مخالفه صغيره على سبيل المثال قاعد تتكلم بينما ممنوع الكلام في الشاوهون او قاعد تتكلم على سريرك داخل العنبر بينما ممنوع الكلام خاصه وقت التعداد او المفروض تسوي سريرك على الساعه أربعة ونص ولكن تخلف سويته خمس الا ربع يصكونك سي سي ياخذون منك يومين او ياخذون منك اربعة ايام الهدف من هذا كله صلاحية سجون ولاية فلوريدا هدفها ان انت تكون على عقين ما تلخبطوش صح ان انت محكوم ولكن ما تبيعها ما زلنا بيدنا الحوافز ان نخليك تقعد مؤدب لذلك الواحد دائما يحاسب خاصة اللي ما عنده محكومية طويلة يقول اوكي انا يعني باقي لي ستة اشهر لو حصل عشرة 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 عشرة, عشرة ما اطلع بعد ستة اشهر اطلع بعد خمس اشهر فلذلك ماسكينها عليك سالفه الجين تايم كل ما سويت شيء غلط يطلع لك السجال يقول لك اي مان اي مان I'll take you gain time from you اي مان I will take that gain time from you you know what I'm gonna give you a DR you know what I'm gonna give you a CC اللي عنده ستة اشهر يقول انا الحين ما ابي اطلع بعد ستة اشهر ابي اطلع بعد خمس اشهر لذلك يمشي على عقين ما يلخبطوش ماذا يحصل اذا صكق دي ار ولا سكك سي سي well, this is America. احيانا باي to play السجان سكك دي آر ولا سكك سي سي ولكن يقول لك تبي ارميها بالزباله روح الكانتين جيبلي دولارين ثلاثه جيبلي كوك وتشيبس جيب لي مارس صودا جيبلي لي هاني جيب لي كوفي جيبلي لي سانوش. وانا الغي الدي ار منك السجانه ما هم شرفاء روما السجانه عباره عن بشر يجي داون باليوم 12 ساعه خمسة ايام سته ايام بالاسبوع ريوقه غداء عشاء على المساجين وحتى وقت التحليه يسك هذا دي ار يسك هذا سي سي يسك هذا دي ار يسك هذا سي سي وبعد ما يجمع له خمس سبع دي ارز وسي سيز يتفاوض معاهم here You know I gave you a CC, right? Why, officer, why, why? ليش تبي تخصم مني أربعة أيام؟ Oh, you know what? Okay, I got some for you. If you want, just go to that window and get me a can of soda and a Mars. يقول حق الثاني تعال أنا سكيتك الدي آر صح؟ تبيني ألغي؟ روح الكانتين ويندو جيب لي تشيز برجر مع تشيبس فالسجان ياكل الإفطار والغداء والعشاء على ظهر المسجون المسجون لا حيلة له يقول أنا ما أبي أتخرج بعد ستة أشهر أبي أطلع بعد خمسة أشهر ونص وكل شيء داخل سجون فلوريدا pay to play السجان يفاوضك يقول لك أوكي تبي أنقلك من السرير مالك أشيلك أحطك مكان ثاني معاجبك الروميت مالك أربعين دولار ما عندنا نعطيهم كاش تروح الكانتين ويندو يقول لك يعطيك لسته كاتبها بورقه يقول لك جيب لي تشيز برجر تشيبس كوك هاني بن ومارس ماشي وانا انقلك الغرفه من هذه الى هذه احيانا سجانه اصلا توصل فيهم المواصيل انه يقول لك شوف تبي انقلك الى مكان زين في مكيف او تبي يعطيك وظيفه حلوه فايند مي النايف شوف لي اذا عندكم سكينه جيب لي اياها السجان لما يحصل على سكينه عاده يرقى يعطونا خيط اخر اذا كان ضابط يعطونا نجمه اخرى فلذلك قاعد عند البوابه وهو يطالع المساجين كما حصلت معي مره جاي انا عند بوابه المنتصف اي رب كم هير اي البهاري كم هير find me a knife man go find me a knife انا ابتسم اقول له اوه سوري نو نايف تمام اوكي الان السجان يتفاوض معك قبل لا انت تجي اللي صار معي قبل لا انا اجي السجان صاد واحد اخر معاه كميه اغراض مهربه من المطابخ مهرب دجاج مهرب بهارات مهرب ثوم مهرب سكر فتحها تموين في العنبر يقول لي اي البحارة لوك ات يسي يو سي اول ذس اقول له اه تبيهم اقول له يا اي وان يقول لي اوكي جو مي ا نايف روح احصل لي على سكينه وانا اعطيك هذا كله احيانا وقت التفتيش يدخلون الضباط يقولون شوفوا ما ودنا نفتش ما لنا حر صيف ما في مكيف كل واحد مننا معرق وردي تدرون احنا ايش نبي دبروني احد منكم بس يعطيني سكينه وخلاص وفعلا على اساس ان ما نتاذى منهم ما يبهدلونا ما يقعدوننا على الباكسرز ساعه ونص ساعتين ما عسكم الله يجيبون الكلاب ويشمشمون مؤخرات المساجين للحرص على عدم احتوائها من الممنوعات يقول جيبوا لي نايف وانا افك من السالفه هذه كلها تلقى واحد من المساجين يطلع له نايف هيك وهيك ويعطيه السجان ما راح يقدر فيه يقول اوه النايف هذا مالك تعال اوديك السجن لا هي اللعبه معروفه داخل السجن احيانا السجان يجيك لي غرفتك يقول لك اسمع اصنعني نايف وانا اجيك بعد نص ساعه استلمها اقول له شلون اصنع لك نايف يقول تدري بعد تعرفون سوالفكم انتم جيب فرشاه الاسنان جيب الموس جيب الولاعه ذوب الطرف ادخل الموس في الطرف، حط شوية مسكة، وانا جي استلمها منك، ماشي؟ السجان لما يروح حق الضباط اللي اكبر منه، او يروح حق مدير السجن، كل يوم لازم يوريه انه عنده انجاز، انه سوى شيء يستحق التصفيط له، ولكن هو كسول ما يقدر يطيح عليك فعلا بحق وحقيقي، لان المساجين اذكياء مو كلهم، ولكن اكثرهم، عارفين وين يخبون الممنوعات فيجي هو يعمل معك مساومة اسمع انت مخالف تبيني ما اخالفك دبر لي جيب لي سكينة يروح حق مدير السجن يقول له I found this. مدير السجن ما راح يقول له روح جيب لي اللي اعطاك النايف راح يسأل راح يقول له منين جبته لقيته مدفون ولقيته مخبى وراء الحائط ولا تحت سرير ما في احد وهكذا ياخذ الترقية ياخذ على العلاوة ويأخذ تصفيق الملازم أول أو مدير السجن أو العقيد على ظهر المسجون، فعلى حسب المخالفة التي تقوم بها بينما أنت مسجون لازم تدفع، مو دائمًا ولكن نفس المرات سريرك غير مرتب، هذه فيها أربعة أيام خصم من الجين تايم، جيبلي صودا عن جيب جيبلي شيبس. وانا الغي لك المخالفه هذه. طاحوا عليك قاعد تتعارك في الحمامات هذه فيها 60 يوم سجن. يقول لك ما تبني اسجنك، ما تبني اعطيك دي ار ديسيبلنري ريبورت، ما تبني اعطيك تقرير تاديبي. روح جيب لي نايف، روح جيب لي سكينه. وهكذا يحصل المساجين على جين تايم في سجون ولايه فلوريدا. لعلك سمعت عن معتقلات غوانتانامو بي المعتقلات الأمريكية الشنيعة وما فعل الجنود الأمريكان بالعرب والمسلمون هناك كتابي أنس في بلاد العناكب يحكي قصة هؤلاء الشباب تأكد يا عزيزي القارئ ليس الجميع كان إرهابي أكثر من نصف هؤلاء كانوا أبرياء ولكن كانوا في الوقت الخطأ والمكان الخطأ، يعني بصريح العبارة راحوا بشربة مية، ولا حد يسمى عليهم. أوعدك يا عزيزي القارئ إن قمت بقراءته، ستجد في طياته الكثير الكثير من المعلومات القيمة عن شخصيات هؤلاء المعتقلين، وشناعة وبجاحة جهية الحكومة الأمريكية المتمثلة بجنودها الأمريكان.